نعمل نهضة للأنبا برا؟ ليه بنبني كنيسة على اسم الأنبا برا؟ ليه لما ربنا يرزقنا بطفل نسميه الواد برا؟ ليه لما ربنا ينعم علينا بعطية جميلة للغاية إنه يترسم لنا كاهن يطلع اسمه أبونا برا؟ ليه أي كاهن في مصر من اسكندرية لأسوان اسمه أبونا برام بيحب العطاء وبيحب الفجرة؟ بياخد من نفس روح الأنبا برام. ليه؟ الأنبا برام ليه أيقونة في كل كنيسة تتحط جنب الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والناس الكبار التقال. الأنبا برام شفاعته عالية ومشهور لدى كل غلبان وفقير ومحتاج يعرف مين هو الأنبا برام. الأنبا برام من الناس العلاوي قوي العاليين الحلوين بتوع ربنا. الكنيسة اعترفت بأنه قديس وبقي قديسنا وشفيع كنيستنا حبيبنا الأنبا برام. وانا نقول له ايه؟ عملتها ازاي دي؟ ازاي بيجي الأنبا برام قديس؟ ازاي؟ يقول ده اتولد كان اسمه بولس غبريال، اتولد سنة 1829، احفظ التاريخ. 1829 اتولد الواد الصغير ده اللي اسمه بولس غبريال، أمه ماتت وهو عنده 8 سنين. في حتة اسمها دير مواس في المنيا. اتعلم في الكتاب بتاع الكنيسة قراية الكتاب المقدس وحفظ الألحان. وهو شاب عنده 19 سنة راح دير المحرق. اترهبن هناك باسم ابونا بولس المحرقي وعاش هناك 11 سنة راهب تمام محبوب لدى كل اخوات الرهبان وابائه لاباء الرهبان. ولسه صغنطت في السن، يعني كان عنده 30 سنة، ما 19 قبل الرهبنة و11 سنة رهبنة، 30 سنة. ودي الانبا يكوبس رئيس ابرشية المنيا الاسقف قال لك اخده يبقى وكيل المطرانية. وده بصيص من النور يخلينا يقول لك خلي بالك القداسة ملهاش عمر، مش لازم تعجز يا ريس والدجن تبيض وتبقى كركوبة عشان تقول امشي في سكة القداسة. اهو 30 سنة وكان مشهود له من الاباء الرهبان والعواديز والناس الحلوة دي وسيدنا اختاره يبقى وكيل المطرانية. بس رحنا شاف له المطرانية في 4 سنين كان وزع كل كبيرة وصغير على الناس الغلابة وحب العطاء وحب الفجر وعملها مأوى لإخوة الرب. في 4 سنين ما استحملهوش فدله كتف قانوني راح بيه فين؟ رجع تاني الدير. قعد في الدير بس يا دوب 3 سنين بس. شوف بقى التقوى لواحد عنده 37 سنة شاب في رعيان شبابه. التقوى والعيشة النقية تعمل فيه ايه؟ يعملوه رئيس دير المحرج للشيوخ الكبار اللي موجودين. بدل ما تختاروا رئيس دير من الشيوخ الكبار اللي موجودين تختاروا الراهب ده ابو 37 سنة الصغير ده. قال لك عشته سابقه منه وسيرته سابقاه، ده راجل قديس وبقى رئيس الدير. وزي اللي عمله في المطرانية بتاعت البنية حب ينشف الدير. في ايه؟ قال لك الغلابة المحتاجين الفقراء. 37 سنة يعملوه ايه؟ رئيس لدير المحرق. فلما بدأ يوزع وتلموا الغلابة والفقراء والواحد نفسه برضك في الكنيسة، أنا نجيس نفسي ككاهن أحب في الكنيسة يبقى من ده على ده، يعني ناس تحط في الصندوق وناس تاخد من الصندوق، لكن كل اللي يجي ياخد بس، أمال مين اللي هيحط في الصندوق؟ طيب يعني يبقى من ده على ده، نقابل البيه ونقابل الغفير، نقابل الراجل صاحب العقار ونقابل البواب اللي تحت السلم في العقار برضك، لكن يبقى فقرة وبس. هم دول أصحاب الأنبا برام، فقرة وبس. فضل يدي ويدي في الدير ويدي في ممتلكات الدير. ايه ده حال يزعل الاباء التقال اللي موجودين. فقالوا له لا، راحوا للقائم مقام اللي مكان البابا عشان كان البابا تنيح وفي قائم مقام ماسك، انا ناسي اسمه. المهم راحوا للقائم مقام قالوا له ايه؟ وبعدين معاه ده خربها.
فعمل ايه؟ سمع لكلام الاباء القائم مقام وسيبه منصبه رئيس الدير. رايح فين يا ابونا بولس المحرقي؟ قال في 4 من الاباء ماسكين فيا مش عايزين يسيبوني، هنروح نقعد شوية في دير الانبا بشوي خلوة. واخد بالك لما الراهب ياخد خلوة من ديره يروح ياخد خلوة في دير تاني؟ اخد خلوة من الدير المحرق راح ياخد خلوة فين؟ في الانبا بشوي. شكله كده مرتاحش هناك فمشى شوية، قال لك اروح اخد خلوة اوسع شوية في دير البراموس. انا بحكي لك حدوتة اللي حصل. راح دير البراموس لقى هناك راهب اسمه ابونا كورولوس الناسخ، وده كان راجل تقي. قعدوا معاه شوية فجت الكنيسة بالروح القدس اختارت ابونا كورولوس الناسخ يعملوا البابا كورولوس الخامس. وبيجي البطرك، هتعمل ايه يا ابونا كورولوس لما تبقى البابا كورولوس؟ يقول ابعت لابونا بولس المحرقي والرهبان اللي معاه 4، اخد 3 منهم انا عارفهم كويس، اعملهم مطرنا على اثيوبيا واشحنهم على هناك يخدموا المسكونة اللي هناك في اثيوبيا. طب وابونا بولس المحرق هتعمل معاه حاجة؟ يقول لي ايه ده قديس، ارسم اسقف على الفيوم والجيزة، ودي أبروشية كبيرة وواسعة وممتدة لأماكن كتير وكنائس، هو يبقى الاسقف بتاعه. عنده قد ايه سنة؟ قال لك عنده 52 سنة. اسقف لسه برضه شاب 52 سنة. وبيجي نيافة الحبر الجليل الانبا برام، تعمل ايه يا انبا برام لما تبقى اسقف الفيوم والجيزة؟ يقول بقى ايوه بقى ايوه، ده انا بقيت اسقف يعني اعمل ايه؟ يعني افتحها على البحر؟ تفتحها على البحر تعمل ايه؟ يقول اقعد على الطبلية اكل نجمة بملوخية مع الناس الغلابة. يا سيدنا الاسقف ده انت المكانة العالية الكبيرة اللي فوق. يقول لا لا لا، اصلك انا ننزل للفقير ونطلعه معايا. وبدأ يدي ويدي ويدي لحد ما بقاش معاه يدي، فبدأ يدي ايه؟ الشال، يدي البطانية، يدي الفراجية، يدي الكتاب بتاعه، يدي يدي وتبقى مفيش. دخل عليه راجل معاه 10 كيلو ذهب، لا 10 جنيه ذهب، والجنيه الذهب يقول عنه قداسة البابا في هذه الأيام انه يقتدر كثيرا في فعله، يعني كان يجيب كتير. ودخل الراجل البيت اداله 10 جنيه ذهب، دخل عليه الفقير اداله 10. ادي هو اول ما قال لك اديني اديته، قالوا له عايزين كفن للتالت بتاعنا، 3 اصحاب عايزين نجيب كفن وصندوق، صاحبنا مات. وهو ما كانش مات، قال لهم وماله؟ هو مات؟ طب خدوا هاتوله. فراحوا يقلبوا بجبة صاحبهم، طلع مات. ايه ده؟ ايه الايد الطايله قوي دي في العطيه؟ فتح السوستة على اخرها يا حبيبي، عارف السوستة اللي في الفرجية المفتوحة اللي تديني نحط وناخد نودي، تديني نحط وناخد، بتعمل ايه؟ ما طول ما هي مفتوحة مش هتفضى، لكن لو فيها شوية وقفلنا عليها يفضل هم دول بس الموجودين. طب والغلباء؟ انا مالي ومال الغلباء؟ طب خليهم مكفول عليهم بقى دول. طب ما تفتح السوستة. هو فتح السوستة، وانا نيجي نسأل النهاردة ونقول له نيافة الحبر الجليل الانبا ابراهام بكل تواضع، اللي عمل منك قديس، اللي عمل منك قديس، ازاي بقيت رجل عطاء؟ مش البابا كرولوس رجل؟ طب والانبا برام رجل؟ ازاي بقي رجل عطاء طيب؟ اللي عمله علشان يبقى، بصوا بقى احنا جايين الكنيسه ليه؟ نفسنا نكون قديسين. طب وربنا عاوز مننا ايه؟ هذه هي اراده الله قداستكم. ربنا عاوزنا ايه؟ قديسين. جايين الكنيسة ليه يا شعب الأنبا ابراهام هليوبلس؟ هليوبلس دي صح كده؟ بس أنا حافظها ماريجرجس هليوبلس، جديدة عليا الأنبا. ماشي يا أنبا ابراهام يا اللي جنب ماريجرجس هليوبلس، إيه اللي جايبكوا الكنيسة؟ جايين الكنيسة ليه؟ يقول لك إحنا جايين الكنيسة عشان نفسنا نكون قديسين. جينا في القداس أبونا صرخ وقال القدسات للقديسين، فقال إيه؟ قال يعني خدنا الكلام علينا، فيعني قلنا يبقى احنا طالما ان احنا موجودين. طب هو ربنا عايزنا نعمل ايه؟ ندفع العشور؟ لا. يعني نرفع ايدينا واحنا بنصلي؟ لا لا لا. امال ايه يا رب عايز ايه؟ يقول هذه هي اراده الله قداستكم، انا عاوزكم تبقوا قديسين. طب ما الانبا ابراهام كان قديس،
بس احنا عايزين نعرف هو ازاي بقي قديس، فنروح نساله. هنقول له يا نيافة الحبر الدليل الانبا براه، الكنيسة اعترفت بيك سنة 1963 بعد ما كانت نايحة 1914. 1963 الكنيسة بانعقاد مجمع مقدس من جميع المطارنة والأساقفة الموجودين في المجمع المقدس انه هذا الشخص ايه؟ قديس، ويتقال اسمه وتتبني الكنائس على اسمه ونسمي عيالنا على اسمه ويطلع له كتب ومجلدات، قديس وبيعمل معجزات. انت ازاي بقيت قديس؟ يقول يا أولادي الأحباء وأبنائي الأجلاء، سكة القداسة التي صار فيها القديس الأنبا أنطونيوس في القرون الأولى لم تبعد نهائيا عن الكتاب المقدس. لما دخل الكنيسة وسمع الكتاب بيقول إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع وتعالى إيه اتبعني، فأنا سلكت كما سلك ذاك، فمشيت في سكة القداسة زي ما كل الآباء هو الأنبا أنطونيوس. بس أقول له قل لي فهمني أكتر، يقول لي اللي عاوز سكة قداسة موجودة هنا في الكتاب. اللي عاوز يبقى قديس، يا ناس حد عاوز يكون قديس؟ أيوة يا أبونا، تعال هنا، القداسة هنا في الكنيسة من خلال أنفاس الله، من خلال الكتاب المقدس. بس خد الكلام انه كلام الله، لانه في فرق ما بين اتنين في الكنيسة قاعدين جنب بعض، واحد حي بيسمع الكلمة الحية وواحد ميت. يا عينك، له اسم انه حي لكن هو ميت، موجود معانا هنا بجثته بس، الجثة موجودة لكن الادراك والايمان والحياة مكفولة مفيش. طب ماشي في الطابور يا ابونا ورايح يتناول كما لقوم عادة، عادي مشي في الطابور ويتناول يا ابونا، دول الجماعة بتوع الكنيسة. طب ما رفع قضية على اخوه وقال لك اذا قدمت قربانك على المسبح اترك القربان وروح اتصالح، وهو رفع قضية على اخوه اصلا اكل ورثه فرفع على القضية. اقول له يقول لي ايه؟ ما سايبه غير لما تسجنوا، تسجنوه لو اتقابلتوا في الملكوت هتعملوا ايه؟ هتدبوها عركة في السماء فوق. طب جاي تعمل ايه يا عم؟ الصالح مع اخوك الاول وبعدين تعالى يعني راجع نفسك بس واحدة واحدة كده، خلي الكلمة حية، حية يعني تعمل فيا فتغير مني، فتغير وانمو في معرفة شخص الرب يسوع المسيح، وكل يوم الاقي نفسي بطلع خطوة لقدام في معرفة المسيح. لكن قاعد مع القاعدين يا ابونا، اول ما تقول امضوا بسلام هنمشي، انا هنمشي في وسط الكلام. طب كنا بنقول ايه؟ انا عارف، خلص يا عم لما تخلصوا هنمشي. مش حي ده يا عيني، ده له اسم انه ايه؟ حي، لكن هو ايه؟ يسمع الكلمة ولا تعمل فيه. الانبا ابراهام ازاي تبقى قديس؟ قال لي انا بس ركزت في الكلمة، لقيت انه من يعطي الفقير يقرض الرب، فخدت الكلام على ان انا لما ندي الفقير يبقى بندي لربنا. سمعت الكلمة لما لقيته بيقول من يعطي الفقير لا يحتاج، ففتحت السوست على اخرها وبديت ادي الفجرة. سمعت في لوقا 6 بيقول كل من سألك فديت الكل من غير ما اعمل قاضي على الناس باستمرار. سمعت بيقول مغبوط هو العطاء اكثر من مغبوط، يعني ايه؟ يعني محبوب، يعني مسرور، يعني ما هو افضل. اتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم افضل. من اين يأتي هذا الافضل؟ لما ابدأ ادي للغلبان. سمع الكلام فبدأ ياخده بمحمل شخصي انه ينفذه ويحطه في حيز التنفيذ، ما يبقاش مجرد كلام. فيقول لي يلي عاوز يمشي في سكة القداسة، تعال خد من الكنيسة قداسة، قداسة كتيرة في الكنيسة. عارف الكنيسة بتعمل ايه في كلمة الله في الكتاب المقدس؟ تعمل فينا ايه؟ يجي ابونا اول حاجة يبدأها يصلي أوشية الانجيل. ليه تصلي أوشية الانجيل؟ ويو سيد الرب يسوع المسيح لنا الذي خطبت على ميزو القديسين ورد، لانه ايه؟ اذانا تسمع وعيون تبصر، فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسة. نسمع ونعمل، مش نسمع بس، نسمع ونعمل.
رايح فين يا ابونا؟ مش خلصت الأشية؟ يقول لا يا ولاد، هخش جوه الف حوالين المسبح واخد من الواد البشارة، اخد البشارة من الواد الشماس الحلو اللي بيلف قدام مني. اول ما يطلع بره الشماس هيرفع الصليب ويقول ايه؟ الشماس هيوقف هنا ويقول ايه؟ ساسيتي. دي معناها ايه بالعربي؟ شطار، نباها عالية باسم الصليب، دي حاجة كويسة. ايوة، عشان تبقى فاهم، الفهم الجيد لكل كلمة في القداس تنشئ لنا قداسة عالية باستمرار، عشان فاهم. لكن هو يصرخ جوه يقول لك تسقيف لاس يمون وانت واقف مش فاهم هو بيقول ايه. ده كلام تسقيف لاس؟ يعني احنا رؤوسكم للرب وهو انت مش فاهم هو بيقول ايه؟ طب يلا خلص يا عم، عايزين نتناول، انا فاهم. لا، الفهم الجيد ده يدينا وعي وادراك اكتر لكلمة الله. يجي الشماس يقول استاسيتي، يعني انصتوا وقفوا بمخافة. يا ترى ابونا بيقول في الوقت ده ايه؟ ياخد من الشماس البشارة ويحطها على ايده كده، بيمسكها كده، بس ابونا الحلو الفاهم يجي ياخدها كده ويمشي بيها كده كأنه شايل بيبي صغنطط. فاقول له يا ابويا ده انت هتشتك عيال صغيرة؟ مالك ماسك ليه البشارة كده كأنك شايل حاجة صغير؟ يقول هسك انا هقول نفس الكلام اللي قاله ابويا الكبير لما شال العيل الصغير. اقول العيل الصغير ايه اللي حصل؟ يقول لي كان في واحد اسمه سمعان الشيخ، لما شال الطفل يسوع قال الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام. انت يا ابونا هتقول ايه؟ يقول انا هقول نفس الكلام. اقول له ليه انت شايل ايه؟ يقول لي انا شايل كلمة الله. طب البشارة دي جواها ايه؟ العهد الجديد؟ البشارة الفاضة دي ولا الفالسو دي؟ حاطين جواها ايه؟ جوا البشارة كلمة الله. ايه كلمة الله دي اللي هي العهد الجديد يا ابونا؟ هي الاربع اناجيل. ايه ده؟ هو في فرق ولا ايه؟ فهمنا بس. يقول لك طب ما انت في البوليس بتبقى قاعد يا ريس، ويجي في الانجيل يوقفك، هو في فرق ولا ايه؟ ايش معنى في الانجيل بنوقف وفي البوليس بنقعد؟ يلا ممكن اخد من قدس ابونا ابراهام اي حاجه هديه كده اديها للي يجاوب. تديني يا قدس ابونا هديه اديها للي يجاوب؟ بيقول من عناية اقسمها بالنص انا وهو، ولو ما جاوبش اخدها تبقى فرصة. اتنين دي بركة. ليه بقى؟ ليه في البولس بتقعدوا وفي الانجيل بتقفوا، ويجي في الانجيل يطلع الشماس؟ لا، ده احيانا ما بيرضوش يختاروا الشماس، يختاروا ابونا، فيجي ابونا. ولو سيدنا موجود، سيدنا اللي بيقرا الانجيل، صح ولا ايه؟ فيجيبوا الكبير. طب لو قدست البابا يجيبوا قدست البابا، هو ايه ده الكبير هو اللي يقرا الانجيل، واول كلمه يقولها ايه؟ قفوا. قفوا هنوقف ليه؟ عشان هنقرا الانجيل. طب ما البولس يا عم مش كلام الله، كل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب المقدس موحى به من الله، الروح القدس هو اللي كاتب الكتاب المقدس. بس الرسائل الروح القدس قايلها على لسان بولس الرسول الى اهل افسس، او بولس الرسول الى اهل روميا، الى اهل كلوسي، الينا بالاولية. يبقى بولس الرسول بالروح القدس قايل لي كلمة الله لمين؟ لي انا، صح كده؟ او لافسس، او لكنيسه مارجرجس هليوبلس والانبا براه. يبقى ايه؟ يبقى ده الروح القدس. لكن في الاربع اناجيل المتكلم هو الله. طب ما كل العباده في الكنيسه من لحظه ما بندخل من اليسوني ماس ليندب سلام، كل العباده لله، بس في اللحظه دي بيبقى الله هو المتكلم. عمرك سمعت في الاربع اناجيل يقول هكذا يقول السيد الرب؟ لا، مفيش الكلمة دي. امال في الاربع نجيل يقول ايه؟ سمعتم انه قيل اما انا فاقول. ففتح فاه وعلمهم قائلا، ايوه، يقول ايه في الاربع؟ انا هو
الطريق والحق والحياة، القيامة والحياة، ومن آمن بي ولو مات. أنا هو نور العالم. من المتكلم؟ الله يسوع المسيح. علشان كده إيه في الأربع أناجيل لازم نوقف أنفاس الله. المتكلم هنا هو الله يسوع المسيح. عشان كده أقول لك وقف. طب هنوقف وإحنا ساكتين كده؟ طب الكبير يقول إيه اللي هيقرأ الإنجيل ده؟ يقول لك كبير إيه؟ كبير إيه؟ ده الصوت صوت أبونا، لكن الكلام كلام الله. الواقف قدامكم ده أبونا أو الشماس أو اللي سيدنا، لكن الكلام كلام مين؟ الله. طب يا سيدنا هتستقبل الله بأنهي كلام؟ يا ترى هتقول إيه ولا تعمل إيه؟ يقول أقول أول كلام كلام شوية عيال. ليه يا سيدنا؟ ده احنا مكبرينك وانت كبير من يومك وجالين انت الكبير، لما تتكلم تقول كلام العيال. يقول ايوه، الكنيسة علمتني بالروح القدس ان اول كلام اقوله كلام العيال اللي قالوه لما كان السيد المسيح داخل اورشليم. وصنا خني تتشوس مبارك الاتب اسمير. فايه يا سيدنا تقول ايه؟ هقول مبارك، ونبقى احنا واقفين انتباه. ما هو كلمة الله روح وحياة، هو ده كلمة الله. وابونا يعمل ايه في البشارة؟ يحطها فوق راسه، اعلان للخضوع الكامل لكلمة الله. انا مش هحور الكلمة على مزاجي، انا حيالله الصوت اللي بيقول كلمة الله هي بقى تدخل تعمل وتخترق كل النفوس. ده كلمة الله دي لما عمل بيها الأنبا برام صار قديسا، صار قديسا. بس أنا جواي عيوب كتيرة، يا ترى لو قريت كلمة ربنا هبقى قديس؟ يعني أنا جواي خطايا، بسكت في خطايا يا عم، مش عارف أبطلها. ده مرض ده ولا إيه؟ أنا عايز علاج، عايز دكتور تخصص خطية. عندكم دكتور هنا في مصر الجديدة دكتور تخصص؟ عندكم دكتور قلب انتو؟ انا قلبي لو وجعني هاجي لدكتور القلب. طب او دكتور بطنة ودكتور عظام، ويكتب لي على روشتة ونروح نجيب ونخف. صدقني بعد التحليل واشعة ربنا يعني ايه ده بيعالجني. طب انا عايز دكتور تخصص خطية. فيه عندكم دكتور تخصص خطية؟ ده يديني علاج شكله ايه؟ يدي حياة. أصل الخطية، أجرة الخطية موت، والخطية كل من يفعل الخطية فهو ميت. دكتور التخصص الخطية الروشتة بتاعته موجودة في الكتاب المقدس، الروشتة بتاعته في الوصايا بتاعت ربنا. ده دكتور تخصص خطية، بس سره باتع، عنده دواء لكل داء، عنده خبرة في فنون المعالجة عالية قوي. بيدخل يخترق جوه النفس من الداخل يشفيني ويديني حياة. إن كانت الخطية موت، فلما أروح لدكتور تخصص الخطية ليه يفتح الكتاب ويبص في الروشتات ويطلع يقول لي أنت عايز إيه؟ أقول له عيان، أنا عيان، رجلي وجعاني وركبي وجعاني وما قدرش ولا مطنيات ولا نوقف في الصلاة. يقول لي اقرا يلا يلا بص في روشتة خروج 15:26. اقول له ايه دي؟ خروج 15:26 مكتوب ايه؟ يقول لي مكتوب ان الرب شفيك يعطي شفاء. واخدين بالكم لما السيد المسيح لمس وتلمس؟ امتى السيد المسيح لمس وتلمس وفي الحالتين ادى شفاء؟ دي امتى؟ دي لما تلمس. طب امتى لمس؟ لا بس لم يذكر. هو مد يديه الاثنين على المرأة المنحنية، مد يدي الاثنين، ايد هنا والايد التانية هنا، وبدل ما كانت حاملة كده دي عدلها، ودي المعجزة اللي استخدم فيها ايد الاثنين. بس الكتاب ما قالش انه لمسها، هو قال انه مد ايد الاثنين. المولود اعمى تفر في الارض وصنع طينا في يوحنا 9، المرأة المنحنية لغة 13، المرأة نزفة الدم مرقس 5 ولقى 8 ما قالش ان هو لمس، ده هي اللي لمسته. قالت انا لو لمست هد بسوبه هشفة في الحال. هو لمس مين؟
مين؟ النعش. الله، شفت الكلام؟ ما اداش شفا، ده ادى حياه في لغة سبحة لابن ارملة نايين لما لمس النعش وقال له ايها الشاب لك اقول قم، فقام الميت. لمس النعش، ما لمسش البني ادم، وده اعطى حياه. انا بقول لك امتى لمس ادى شفاء. الابرص، اسمعي بقى الكلام يا ست الكل يا اللي قلت الابرص. في مرقس 1:40 تقدم اليه ابرص جاسيا قائلا له: يا سيد، ان اردت تقدر ان تطهرني. بص بقى حلاوه الكتاب وجمال الكتاب. يا ريت قال اريد. لو قال اريد وهو قاعد في مكانه يبقى كلام عادي زي باقي المعجزات. عارف يقول ايه الكتاب؟ وبص بقى على تفسير الاباء لما قروا الكتاب. الراجل ده كان اكتر حاجه مزعلاه ايه؟ اقول لك انا كراجل افهم الراجل ده كان حاسس بيه. انت يا ست، انت هتفهم في الرجاله كمان ومشاعر الرجاله؟ انت هتفهم ازاي انت في مشاعر الرجاله؟ اسمعي بقى الراجل ده مشاعره كانت بتقول ايه. انا احكي لك انا من بناء اني راجل. كانت اكتر حاجه مغضباه ومزعلاه انه الست هانم مرته طردته من البيت، والعيال مش طايقين يتعاملوا معاه. بيجي الراجل المطرود ليه؟ عشان ابرص. طب والبرص ده اجرى عنه فلويين 13، وناس في الدم اجرى عنه فلويين 14. مراجع انت في الكتاب تلاقي جدد وعتقاء تطلع من الكتاب. الكتاب يسطع قديسين، مش للمذاكره، مش للدراسه. قال لك فتشوا الكتب هتلاقوا فيها ايه؟ حياه، يعني تلاقوا فيها المسيح اللي قال انا هو القيامه والحياه. لما تفتش الكتب تلاقي المسيح. الله عليك لما تتحد بالمسيح من خلال كلمته، كلمة الله. أحلى كلام جوا كلام الله. الراجل منبوس، فيقول إنه لما راح للمسيح يقول لمسه. فأنا قعدت ندور القديس يوحنا ذهبي الفم، ده راجل إيه؟ بروفيسير عالي قوي قوي من الناس العلاوي في تفسير الكتاب. اللي جيته قال إيه؟ قال انه عمل كده. معلش كده يا باشمهندس، هوريهم المسيح عمل في الراجل ايه. تعال انا اقول لك، اوقف بس اوقف. عارفين عمل ايه في الراجل؟ عمله كده اهو، عارف لمسه يعني كده. الله الله على اللي عمله السيد المسيح، يعني حضنه. اختي يعني راح مسك الراجل عمل فيه ايه؟ حضنه، مش لمسه كده من بعيد، لا أخده في حضنه فأعطاله إيه؟ شفاء. إداله شفاء فطهر في الحال. ياما الناس مننا ياما قوي بيكونوا محتاجين للحضن الأبوي ده. أنا لما نروح لأبر ترافي في اسكندرية، شوف سفر بيني وبينه، بس نروح جاري. عارفين ليه؟ ما أنا قادر نروح لأي أبونا قريب مني وأجي أمط راسي وأقول له يا أبونا حلني يا أبونا، أصل أنا بعمل وأعمل 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 يا أبونا حلني. رايح فين يا ابونا انت؟ يقول انا اقول لك انا رايح هناك صدقني، علشان هو بياخدني في حضنه بطريقه بتحسسني بابويا. بس انا رايح المشوار ده كله علشان اترمي في حضن ابويا. طب والاعتراف؟ ما انا بقول لك ابائي كلهم اباء، ما انا ممكن اعترف. ما انا ابونا جديد معايا في الكنيسه بعترف عنده كل قداس، والتاني اوطي راسي واقول له حللني يا ابونا عملت وعملت. يقول لي كل يوم. اقول له ما كل يوم بغلط. طيب طب انا نفسي نبطل نغلط، صلي لي انت بقى ربنا يتوبني. لكن بروح جري بعيد ليه؟ عشان اترمى في حضن ابويا. الابرص يترمى في حضن ابوه اخذ شفاء، وانا لو عيان نقلب في الكتاب ناخذ شفاء. طب لو خواف اقلب في الكتاب الاقيه بيقول لي لا تخف لاني معك، لا تتلفت. تتلفت دي يعني تبص كده وكده. لا تتلفت لاني الهك قد أيدتك وعضدتك وأعنتك بيمين بري. لو خايف لا أهملك ولا أتركك. إن نسيت الأم الرضيع أنا لا أنساك. عيني عليك طول السنة من أولها لآخرها. صدق الكتاب جواه علاج ودواء لكل داء. لو فقدت الرجاء واليأس تملك عليك
تلاقي في أشعياء بيقول إيه؟ أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يجرون يمشون ولا يعيون. المعطي المعية قوة، المعية يديله إيه؟ قوة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين. جميع المتعبين دي يعني اللي جاي من كل عوز. يا أخويا اللي خسرت فلوساتك يقول لك تعال لي، يلي مرتك منكد عليك تعال لك، يلي الطلبات مش مبطلة والدنيا عمالة تغلى يا بوي المام غلي بجد، أيوة المام غلي، يقول لي تعال لي، يشبع كل حي من رضاه. إيه رأيك لما يبقى الغلا زاد عند المسيح يفتح أحضانه يشبع كل حي من رضاه؟ وعمرنا ما متنا من الجوع ولا نمنا جعانين، بصص على كل كبير وصغير فينا أيا كانت الحالة بتاعتنا. ففي الكتاب المقدس لينا علاج لكل نقطة، لكل أمر، لكل داء يصيبنا. وأحلى ما في الكتاب إن ألاقي غفران خطايا، هبص عليها أقول يقول لي إيه دي عليوي، دي بقى دي أعلى عطية، يقول لي إيه أنت يا ابني، أقول له إيه، يقول لي مغفور ليك خطاياك. مين سمعها دي؟ مين سمع مغفور ليك خطاياك؟ انا المفلوج، انا مليش اصحاب، قابلت المسيح قال لي مغفور ليك خطاياك. مش كل مره بيوطي راسي قدام اب اعترافي فيقول لي يا ولدي اعطى الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في الكنيسه المقدسه ان يغفروا خطايا على الارض؟ يا ابونا، اقول له ايه يا ابونا؟ يقول لي ربنا بيقول لك مغفور الخطايا، اذهب بسلام ولا انا ادينك. الله، احنا محتاجين نزود بس العلاقة مع شخص الرب يسوع المسيح في سماع كلمته كل يوم. رجع ورايا المعلومة اللي اقول لك عليها دي، انا لسه مرجعها النهاردة، رجع ورايا فيها. اكتب على اليوتيوب سفر التكوين 50 أصحاح، تلي 4 ساعات و20 دقيقة، ده ايه مسموع نورمال، مش نورمال ده يعني طبيعي صح، يعني من غير ما تصرح يا ريس، خليه نورمال. في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خاربة وخالية، باحلى طريقة. 4 ساعات ونص. سفر الخروج 40 أصحاح، 3 ساعات ونص. سفر اللاويين 27 أصحاح، 2.5 ساعة. جمع بقى الساعات دي تطلع معاك العهد القديم 72 ساعة والعهد الجديد 26 ساعة، يعني كله على بعضه 96 ساعة، يعني أقل من 100 ساعة. إيه ده؟ 100 ساعة بس يا أبونا؟ أقرأ الكتاب المقدس العهدين القديم والجديد؟ صدقني أيوه، صدقني. رجع ورايا أخويا العملية، عملية حساب على الكوركريتور، الآلة الحاسبة تجيب معاك على طول عدد الساعات، يطلع اقل من 100 ساعة. عارف اقل من 100 ساعة دول يعني ايه؟ يعني 2.5 ساعة كل يوم تبقى زيك زي الانبا برا. يلا يلا قداسة بلاش ايه؟ الانبا برا بيجي قديس ليه؟ كان بيعمل درس كتاب للناس كل يوم ويقرأ الكتاب المقدس كل 40 يوم، يعني كان بيقعد مع الكتاب قد ايه؟ 2.5 ساعة كل يوم. اعتبرهم ومسلسلين من اللي كنت بتتابعهم في رمضان، اعتبرهم مشوار طويل شوية وشغلها وانت سامع. اللي في أب كاهن حلو قال لي انا كل يوم ما صليش قداس اقعد 2.5 ساعة بتوع القداس اقعدهم مع الكتاب المقدس كأني صليت القداس. فعشان كده الكتاب المقدس بيخلص معي على طول، كل فترة الاقي الكتاب خلص وابدأ من جديد. لامبا برام ما وصلش للقداسة بالساهل، ده طفح الكوتة وشرب المرار في الدنيا اللي كان عايشها. العيشة سهلة لا تصنع قديسين، تكفي على الكتاب واقرا في كلمة الله تدخل جوا مني تغسلني وتنظفني فابيض اكثر من الثلج. ومن اللي احنا هننور ازاي؟ هيبان علينا النور ازاي وكلامنا كلام شارع وكلام طريق وكلام زينا زي زمايلي في الشغل بيتكلموا عن الغلاء؟ فانا قلت لهم انتوا عارفين الطعمية وصلت قد ايه يا راجل؟ هو انت زيك زي زمايلك اللي في الشغل؟ هو انت متابع
أمور العالم. ده أنتم في العالم ولكنكم لستم من العالم. ولما قال خذهم من العالم قال له لا، بس احفظهم من الشرير، خليهم في العالم. يا رب سبتنا في العالم الضلمة ده ليه؟ يقول عشان تنور. من تنور العالم؟ مش هو اللي قال أنتم نور العالم؟ ننور إزاي من غير الكتاب المقدس؟ هو ده النور. عشان بنطلع الشمعتين الحلوين اللي قلت لكم عليهم وننور، إعلان كامل من الكنيسة إنه كلمة الله هي نور للحياة، سراج لرجلي كلامك ونور خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. اسمع بقى الكلمة الحلوة دي اللي في تثنية 6:6، يقولك لتكن هذه الكلمات التي نوصيك بها اليوم على قلبك. طب مش المفروض إنه الكلمات تبقى للأذان أو للعقل؟ يعني يا في مخي يا في وداني، صح؟ لتكن هذه الكلمات التي نوصيك بها اليوم فين؟ على قلبك. عارف لما تقول أنا قلبي مسقر ومليان بإن أنا أشيل الأسرة الفلانية علاج وجهاز للبنت اللي بتتجوز ودفع الإيجار ودفع كارت الكهرباء، أنا مثقل إن أنا أشيل العيلة دي. أبونا أنا حابب إن أنا أشيل عيلة، مفيش عيلة تشاور لي عليها، هشيلها كده بعبلها بطرابها وأفضل أنا مسؤول عنها في الرايحة والجاية، ولما يرقدوا بسلام أجيب الصندوق وأشحن على التراب ويبقى كده أنا كملت رسالتي. مفيش في مرة كده يا أبونا تنعم عليا بحد كده من اللي قربوا يروحوا علشان أنا أشيله شيلة كاملة؟ مثقل على قلبي. قال لك كلمة الله تحطها فين؟ على قلبك. تعمل بيها ايه؟ تقصها على اولادك حينما ايه؟ حينما تمشي في الطريق، وحينما تجلس في بيتك، وحينما تنام. انا نفسي حد في الكنيسة دي الحلوة دي يقول لي ازاي كلمة ربنا تكون على قلبي ولهج بيها في لساني وانا نايم. اصلك الكتاب المقدس ده مكتوب بالروح القدس، والروح القدس عاقل، فلازم يقول كلام يدخل العقل. انا وانا نايم قال ايه؟ قال كلام ربنا في لساني وفي قلبي. تتعمل ازاي دي يا دايم؟ سمعتهم بيقولوا ايه ولا ايه؟ ما سمعتوش؟ كانوا بيقولوا آية من الكتاب بتقول انا نائمة وقلبي مستيقظ، أصل أنا لحبيبي وحبيبي ليا. عارفين بقى الحب لما يعلى قوي وتلاقي نفسك، بص بقى، تلاقي نفسك داخل في الحدوتة بتاعت يوسف في سفر التكوين، فوانت نايم انت عمال تقلب في الحدوتة، فوانت نايم تقول لا أنا ما عملتش كده، أنا مش عايز كده، أدي هو القميص، أنا هسيب القميص وأمشي، هسيب القميص وأمشي حتى لو هتدخلوني السجن. فتيجي مراته تجلف تقول مالك يا أخوي؟ مالك؟ بتكلم نفسك وأنت نايم. يقولها أصل أنا كنت واخد دور يوسف، أنا كنت عمال إني أجلف في سفر التكوين، وخدت بالي من يوسف لما جت مرض فطفار عمال عايز أتوجع في الخطية ويقول كيف أصنع هذا الشر العظيم، فإيه حسيت إنها جاية تجري ورايا أنا بعد ما قدرتش على يوسف جاية لي أنا، فأنا قلت زي ما يوسف ما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلى الله. كل الدكاترة بتاعت علم النفس قال لك في عقل واعي وعقل باطن، كل ما تخزن في العقل الواعي بالخير والحق والقداسة والبركة تحصد أحلى عيشة من العقل الباطن، أحصد أحلى عيشة. لكن متعاركة مع أختك يا غالية ولسانك إيه ومديهم لها، وانتي 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 وكل الكلام اللي بيتقال، انت هتفكر هتروح تنامي في سلام؟ ما هتجيلك في الحلم تديلك العلقة التمام، هي هتطبطب عليكي؟ ما انت طول الوقت في العركة اللي شغالة في الخناقة. لا لا، ده أنا نائمة وقلبي مستيقظ. أحلى عيشة عيشة الكتاب المقدس لمن يريد القداسة. نحن لا نقدر أن نكون قديسين بأنفسنا مهما جربنا، ما نقدرش أصلا، ما نعرفش. ده القداسة دي من عند ربنا. فينك يا رب؟ بيقول لي في الكتاب جلب في أنفاس الله. أنا بحب أخويا البشمهندس يسري وأحبه قوي، منفعش أسلم عليه من بعيد أقول له باي
ويقول لي باي. ايه باي دي؟ ايه باي دي؟ انا لازم لما اشوفه اترمي في حضنه، بس لما بترمي في حضنه ما اقدرش اني افضل في حضنه كده على كتفه وهو على كتفي. عارف بيجي عليا وقت بعمل ايه؟ بطلع سنة لورا كده هو عشان احط وشي في وشه واشوفه كويس. عارفين نفسي في نفسه ونفسه في نفسي، واتنفس نفسه ويتنفس نفسي. اوعى تكونوا تهتوا وما فهمتوهاش. الحتة دي اللي ما بين وشي ووشه نفس واحد، عمالين نتنفس في وش بعض، فباخد من نفسه وياخد من نفسي. تعرف تكفي وشك في الكتاب فيبقى نفسك من انفاس الله. انت يا استاذه اللي بتتكلمي، انت بتقولي كلام حلو كده ازاي؟ تقولي هو ده كلامي يا ابونا؟ ده كلام الله، ده كلام ربنا. انا كل كلامي مصحوب بالايات، انا كل كلامي هو كلام الله، ده من انفاس الله. بتنفس نفس ربنا يخليني لما نام احلم بربنا واقول كلام ربنا. ثقوا تماما، كل من هو متدرب على القعدة مع الله ويتنفس أنفاس الله تبقى ريحته من ريحة ربنا. هي الست الخاطية اللي عاملة زي أنا خاطي، لما أحب أقرب من المسيح عملت إيه؟ هي علمتني وديتني درس في التمام، نزلت براسها وبشعرها ومسحت. عارفين كانت كبة إيه على رجلين المسيح؟ طيب صح؟ الطيب جاله 300 دينار باين ولا 30 دينار، جاله كام؟ 300 وعيين باسم الصليب عليكم ونصحين والنبهة عالية جدعان. 300 دينار، لما تكب ب 300 دينار على رجلين راجل قاعد، ده معناه ان غرجت رجليه، نزلت براسها بكرامتها بتاجها بالمملكة العالية، نزلت بالدماغ دي بالذات والكبرياء والعظمة، نزلت لتحت. رايحة فين يا ست الكل؟ تقول لي امسح قدميه بشعر رأسها. عارفين اقول لكم على حاجة حلوة حصلت للست دي، انه بقت ريحة شعر رأسها من ريحة رجلين المسيح. يا بخت اللي ريحته تبقى من ريحة المسيح. يا ريتني اخد من ريحة المسيح الزكية. ويقول لي ما تقدر ريحتك تحلو وتبقى من ريحة المسيح بعيد عن الكتاب. تعال الكنيسة كل من جسده واشرب من دمه، وخلي الكتاب تلهج فيه نهارا وليلا، يتغير حالك وتبقى ريحتك من ريحة المسيح، تنام تحلم بالمسيح. الناس زمايلك في الشارع يشوفوا فيك صورة المسيح. أنتم شهودي يقول السيد الرب. هنشهد له ازاي؟ لما تنور يا ريس، لما الوش ينور، لما يبان عليك النور اللي في الكتاب، ساعتها تتعامل بأقوال الكتاب وبحياة الكتاب وبعيشة الكتاب، مش تتعامل برأيك وبرؤيتك وبنظرتك. أنا ظلمت كذا مرة يا أبونا، والظلم ده محدش يستحمله، أعمل إيه قصاد الظلم يا أبونا من أقرب الناس ليا؟ إزاي أستحمل يا أبونا؟ ده أنا ربيت الواد وكبرته وعلمته وفهمته، والست هانم أول ما اتجوزته قالت له تقاطع أمك. يرضيك يا أبونا اللي زي دي أفتح لها باب تاني؟ خلاص بره وما طيقاها. اقول لك راجع كده سفر زكريا يا غاليه، لما قالوا له من اين هذه الجراحه التي في يديك؟ قال فين دي الجراح دي؟ ده دي اللي جرحت بيها في بيت احبائي، مجروح لاجل معاصينا، جرحت بالجراح دي لناس ما تستاهلش يا رب تقول عليهم ايه. يقول لي هقول يا ابتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إيه الرؤية متغيرة ليه من خلال الكتاب المقدس؟ تعالي روح لأي أستاذ دكتور كبير عالي خالص من بتوع علم النفس ولا الحاجات اللي طلعنا اليومين دول اللايف كوتش، قال واللايف كوتش كمان لو مش بتاع ربنا يوديك ورا الشمس. ليه بقى؟ لأنه لازم ياخد من الكتاب ويدي روح وحياة. لكن لو دراسة أول حاجة يقول لك إيه؟ مش من حقه يزعقلك، انت ممكن تمشي في طريق الانفصال. ايه ده انفصال؟ خربت البيت يا ست الكل، يا هانم يا دكتور انت، بيت ايه اللي بتخربيه ده؟ انفصال ايه؟ تقول لا قصدك يعني
لا الاساليب دي المفروض في اتيكيت، في اتيكيت. الله يرحم ماما ما كانتش تعرف يعني ايه اتيكيت ولا معنى كلمه اتيكيت. جايه لنا انت طالعه لنا النهارده في المقدر، اول كلمه تقوليها للبنت اللي لسه متجوزه انفصل. امال فين صليبك وتشيليه يا باه؟ جوزك طلع عيان في مخه متعصب بيتخانق مع دبان وشه، هقول لها ده صليبك وتشيليه والبيت يفضل عمران؟ هو ده كلام الكتاب؟ للي يلجأ للكتاب البيت يعمر. طب ما تعال نلجأ للفلسفة، خراب ودمار وفجر، ايه رأيك؟ عيش في الفجر بقى في الفلسفة يا اخويا. ده احنا عندنا خير كتير للي عايز يعيش في الخير، عندنا جداسة للي عايز. افتح الكتاب كل يوم، ولو النظر تعب وكركوبة جت عليك وحطت وما قادر تتابع، شغل يا اخويا على اليوتيوب، شغل ويكتب كده انجيل معلمنا مرقس مسموع. ايه هو الحلاوة دي؟ ايه الجمال والمعجزات والكلام الفوقاني اللي في انجيل مرقس في 16 اصحاح؟ يحطك في حالة نفسية تانية في ساعة، عارف تقعد ساعة وكم دقيقة مع الكتاب في انجيل بقولك تتحط في حتة تانية خالص، تلاقي نفسك بعد ما يخلص انجيل مرقس صدقني تكفل وتتصل بأختك بغض النظر يتمر ولا ما يتمرش، تلاقي انت اللي اتغيرت مش هي اللي اتغيرت، هي قاعدة زي ما هي لسه لو يبوزها عليك ومش طايقاك، فتلاقي انت اللي اتغيرت، فتقول لي حقك عليا يا اختي احنا مالناش غير بعض. يا اخوي مالك شارب جزازة زيت صلاة ولا ايه؟ مالك اتغيرت ليه؟ يقول اصلك كلمة الرب حية وفعالة دخلت جوه وصلت للمفاصل من جوه غيرتني. لكن هنعيش كما لقوم من عادة، مش هنطلع لقدام ولا خطوة. دي كانت المقدمة يا أحبائي اللي كنت أود أن أتكلم عن فعالية قراية الكتاب المقدس. دي كانت المقدمة. ندخل في العظة. هي العظة، العظة مش هترسم ابتسامة بس، ده هتعيشنا في حالة اسمها حالة الفرح اللي قالها السيد المسيح للتلاميذ لما قال لهم أراكم. حد عايز يشوف ربنا يا جماعة؟ ما هتلاقوه في الكتاب المقدس أنفاس الله. تيجي نقلب في الكتاب، تيجي ناخد الإذن من قدس أبونا أبرام ونقلب في الكتاب بقى، ونفتح الكتاب ونطلع نخرج منه جددا وعتقاء. وتعاملات السيد المسيح مع الخطاة اللي شبهي، وتعاملاته مع المرضى، والبيوت اللي السيد المسيح دخلها وقلب حال البيت من بيت مليان بالحزن والكآبة والناس تخدم على العيانة تقوم وصارت تخدمهم. ايه ده؟ المسيح دخل البيت. تيجي نقلب في الكتاب فنجد حياة جديدة ليها طعم جديد احلى بكتير قوي من العيشة اللي احنا عايشينها دي. صدق يعوزني الوقت احتاج لا يقل عن 10 ساعات بس، وخاف اطول لمنتصف الليل يحصل زي ما حصل مع افتيخس يوجع يموت، بس ساعتها كان في بولس الرسول قديس قومه من الموت، ساعتها ندور على قديس يقوم من الموت. ما لو وجع ومشغلين التكييف قوي تحس مفاتحين كل قوة موجودة في المنطقة، ما هو كان قاعد على قوة برضك. ربنا يحميكم ويبارك حياتكم. هدوس على زرار اسمه ايه؟ اقرأ في الكتاب. عارفين بقى يا حبايب لو جرينا في الكتاب، هو يا ابونا ليه اتكلمت عن جرية الكتاب؟ اصله يا حبايب الانبا ابراهام مشهور بالعطاء، ولما جيت اقيس عيشتي بعيشته في موضوع العطاء لقيت المشوار بعيد قوي، فقلت مش هينفع اتكلم. هسه كنا بنقعد نقلب في الجتة نشوفه محتاج ولا لا، لا يكون بيدينا على جفايا ويضحك عليا. فالانبا ابراهام ما كانش قاضي، كان يدي الكل، فالجد دي مش نافعه معايا. فبعدين بصيت على الانبا ابراهام لقيته فاتح السوست عمال يوزع حتى وهم معهوش لحد ما بيخلص. انا لا يعني اوزع بس اسيب شويه للظروف، فلقيت المشوار بعيد قوي بينه وبينه. يجي لنا جبنه، وزع 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 الجبنه، واخر 6 7 9 تقول لي الواد بس سيبهم دول للعمال اللي في الكنيسه، هنروح نشتري بفلوس، ما دي الجبنه موجوده خليها للعمال اللي في الكنيسه مش هنوزع كل حاجه. استنى يا ابني. لقيت المشوار لما جيت اقيس في المسافه في القامه الروحيه اللي بينه وبينه لقيته بعيد قوي فوق عليوي، وانا كاني تحت الارض مدفون. فقلت لا بلاش اتكلم عن حاجه انا ما عايشهاش، لما ينعم علي الكتاب المقدس واخد منه جداسه اعرف اوصل بيها لحياه العطاء بتاعته. صلوا لي طيب
النوبة الجاية في النهضة بتاعت السنة اللي جاية بتاعت الأنبا برام يبقى الكلام عن العطاء لو عشتوا ده بصلواتكم. اتصلوا نعيش كما ينبغي ونعيش كما يحق لإنجيل المسيح. ربنا يبارك حياتكم، اتقلبوا في الكتاب ليل ونهار، تذكروا كل أباء كهنة الكنيسة دي في صلواتكم باستمرار، الصحة والعافية والتعليم المستقيم والثبات على الإيمان الأرثوذكسي، ويبارك حياتكم ربنا، وتلاقوا دايما كده يا ربنا بكلماته المقدسة أمام أعينكم باستمرار. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وللأبد، أمين.